dugsiyada Nuruddin Schools. بسم الله الحمد لله ثناء الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعزاء الطلاب المشاهدين، معكم أحد مدرسي اللغة العربية من مدارس نور الدين الثانوية. نستضيف اليوم بعض الدروس اللغة العربية، وأولها الأفعال الخمسة من دروس اللغة العربية، وهي من قسم النحو. الأفعال الخمسة سنتناول في خلال 20 دقيقة هذا الدرس، وهو الأفعال الخمسة وإعرابها. ويتضمن هذا الدرس 3 أمور. الأمر الأول، أولاً تعريف الأفعال الخمسة، ثانياً لماذا سميت هذه الأفعال بالأفعال الخمسة، ثالثاً كيفية إعرابها، كيف يعرب الأفعال الخمسة. نقول في البداية الأفعال الخمسة هي، نذهب إلى القاعدة، قاعدة أفعال الخمسة. الأفعال الخمسة تعريفها هي كل فعل مضارع هنا، وحق أي فعل، كل فعل مضارع اتصلت به ألف اثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. هذا تعريف أفعال الخمسة. قال في القاعدة، أولاً كل فعل مضارع. إذا قال كل فعل مضارع فإننا نفهم من هذه المقولة ومن هذه الكلمة أن ألف اثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة إذا اتصلت بالفعل الماضي أو ياء المخاطبة اتصلت بالفعل الأمر فإنه لا يكون من أفعال الخمسة. عليها هو كل فعل مضارع، فعل كسر مضارع اتصلت به ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء المخاطبة. مثال، فعل مضارع اتصلت به واو الجماعة، مثل يصلون، يصلون، اتصلت الواو الجماعة هنا الفعل المضارع، يصلون اتصلت هنا الواو الجماعة بالفعل المضارع. إذن كل فعل مضارع اتصلت به ألف اثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة فهذه هي قاعدة أفعال الخمسة. وفعل كست أو مضارع يلحرد 3 أمور. الأمر الأول، ألف اثنين هي التي تدل على اثنين، الفعل الذي يدل على اثنين. طيب، أو واو الجماعة هي التي تدل على جماعة، أو ياء المخاطبة وهي التي تدل على المفردة المؤنثة المخاطبة. كل فعل مضارع اتصلت به ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مخاطبة فإنه يسمى فعل من أفعال الخمسة. طيب، ننظر لماذا سميت أفعال الخمسة بالأفعال الخمسة، لماذا سميت هذه الأفعال بالأفعال الخمسة، وهي النقطة الثانية بعد التعريف أفعال الخمسة. لأن كل فعل يأتي على، نأتي من كل فعل، يعني فعل واحد نأتي منه على 5 صور، صورتان لواو الجماعة،
وصورتان لألف اثنين، وصورة واحدة لياء المخاطبة، فإنه يأتي على الفعل الواحد من هذه الأفعال يأتي على خمس صور. قلنا صورتان للواو لألف اثنين، وصورتان للواو الجماعة، وصورة واحدة لياء المخاطبة المؤنثة. لأجل هذا سميت هذه الأفعال بالأفعال الخمسة. مثال، طيب نقول ألف اثنين، مثال ألف اثنين نقول يصلان، اثنان يعني يصلان، هذه ألف الصورة الأولى يصلان، اثنان غائبان، أو تصلان إذا كان مخاطبين تصلان. فإن الفعل جاء هنا على صورتين، ألف اثنين لصورتين، صورة للفعل الغائب والصورة الثانية للمخاطب. فهنا اثنان معنا صورتان، الصورتان الثانيتين. طيب، وصورتان للواو الجماعة، فإننا بإمكاننا أن نأتي بالفعل الواحد صورتين من واو الجماعة، نقول يكتبون إذا كان جماعة، يكتبون، يكتبون، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية تكتبون، 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 تكتبون. طيب، هذه الصورتان للواو الجماعة، نأتي منه الفعل المضارع وحنوكهن لبا صورة. صورة كوباد فعل وحنوكهن غائب للواو الجماعة، والصورة الثانية جعلناها للمخاطبين أيا كهن سادرتت صورتان وغيمنيان للفعل المضارع من واو الجماعة. والصورة الأخيرة وهي الخامسة ياء المخاطبة، إذا أسندنا الفعل إلى واحدة مفردة مؤنثة فإن الفعل أيضا يأتي على ماذا؟ يكون من أفعال الخمسة. مثال تكتبين، إذا أسندنا الفعل إلى مفردة مخاطبة، مفردة مؤنثة مخاطبة، تكتبين. هذه الخمسة الصور من أجلها سميت الأفعال الخمسة بالأفعال الخمسة، الأفعال الخمسة بالأفعال الخمسة. إذن الأفعال الخمسة كل فعل مضارع اتصلت به أولا واو ألف اثنين، ثانيا واو الجماعة، ثالثا ياء المخاطبة. هذه هي قاعدة أفعال الخمسة، وسميت، قلنا سميت هذه الأفعال بالأفعال الخمسة لأنها بإمكاننا أن نأتي منها خمس صور. لكل فعل من هذه الأفعال بإمكاننا أن نصوغه منه خمس صور، شن صورة أما شن قاب أيان وكين كرنا، صورتان للواو الجماعة وصورتان لألف اثنين كما ذكرنا في المثالين السابقين، وصورة واحدة لياء المخاطبة المفردة المؤنثة. طيب، ننظر الأمثلة هنا، نمسح هنا. الآن جئنا إلى الأمثلة، نطبق الأمثلة على القاعدة التي شرحناها من قبل. قلنا أن الأفعال الخمسة هي كل فعل اتصلت به ألف اثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. فهنا نطبق تلك القاعدة التي شرحناها من قبل آنفا، نطبقها على تلك الأمثلة الموجودة أمامنا. طيب، هنا الأفعال المضارعة، الفعل المضارع هنا الذي اتصلت به ألف اثنين يشتغلان، يشتغلان. طيب، يشتغلان، هذا هو الفعل، يشتغلان. دل الفعل هنا أو اتصلت به الفعل المضارع ألف اثنين. أصل الفعل ماذا كان؟ كان يعني الفعل مسندا إلى مفرد مذكر فقط، كان يشتغل، يشتغل. أصل الفعل هكذا، يشتغل،
يشتغل فزدنا الفعل ألفا. طيب هناك أمر يعني؟ طيب أمسح عفوا على المشاهدين. أصل الفعل كان يشتغل، يشتغل. طيب أصل الفعل كان يشتغل، فزدنا الفعل بألف الاثنين هنا ليكون الفعل مسندا إلى مفرد إلى مفردين غائبين، فيشتغلان فعل من أفعال الخمسة لأنه اتصلت به وألف اثنين. هذا الفعل الأول. الفعل الثاني هنا يقول أنتما تشتغلان، الآن الفعل أيضا اتصلت به ألف اثنين، اتصلت به ألف اثنين أيضا، والفعل مسند إلى مفردين مخاطبين. فعل كوحا لو تيريي لبا مفرد أو مخاطبة، كي هورا نوحوها لبا مفرد أو غائبين، لبا قف أو مقن أيام فعل كهورا أو تيريني، لبا قف أو حاضر أو إنهور تاغن بام فعل كلبادنا أيام نو تيريني. سادر تدوحا نرانا إذا اتصلت به ألف اثنين بالفعل المضارع فإنه يكون من الأفعال الخمسة باتصاله بألف اثنين. طيب الصورة الثانية، هذه الصورة الأولى والصورة الثانية، إذن صورتان لألف، صورتان لألف اثنين. الصورة الثالثة إذا أسندنا الفعل المضارع للغائب، الذكور جمع الذكور، أسند الفعل لجماعة الذكور الغائبين، العمال ينتظرون، العمال ينتظرون، هنا فعل من أفعال الخمسة بوجود واو الجماعة التي اتصلت بالفعل المضارع الذي كان مفرده قبل الإسناد الواو الجماعة ينتظر. فعل كي ينتظر بوها زدنا عليه واو الجماعة ونون فأصبح الفعل ينتظرون. هنا الفعل أيضا أسندنا الفعل إلى واو الجماعة اتصلت به واو الجماعة، هذه الصورة الأولى لإسناد واو الجماعة إلى الفعل، والصورة الثانية تنتظرون إذا أسندنا الفعل المضارع أيضا واو الجماعة لذكور مخاطبون أو مخاطبين. إذن هنا الآن أمامنا يا طلاب أربع صور، جاء الفعل المضارع، الصورة الأولى يشتغلان أسندنا الفعل إلى ألف اثنين، والصورة الثانية تشتغلان أسندنا الفعل لمخاطبين، والصورة الثالثة أسندنا الفعل إلى واو الجماعة الغائبين يعني الجماعة الغائبون، والصورة الرابعة من أفعال الخمسة أسندنا الواو الجماعة الفعل المضارع لجماعة مخاطبين. طيب لجماعة المخاطبين هذه هنا أربع صور لمن أفعال الخمسة، بقيت أمامنا صورة واحدة وهي إذا أسندنا الفعل المضارع إلى ياء المخاطبة أو المفردة التي تدل على المفردة المؤنثة المخاطبة، وهي هنا طيب أنت هنا، طيب هنا أنت تنتظرين للمفردة المؤنثة المخاطبة، أنت تنتظرين، طيب تنتظرين، بسم الله نكتبها كذا تنتظرين، تنتظرين. هنا الفعل أنت تشتغلين، الفعل الآن مسند إلى مفردة مؤنثة مخاطبة أمامنا موجودة، هذه الله تيري فعلك قف مؤنثة يعني ردك فهنا الياء تسمى ياء المخاطبة، الياء الموجودة هنا تسمى ياء المخاطبة، تسمى ياء المخاطبة، ياء المخاطبة، الياء الموجودة في هنا تسمى يا المخاطبة، يا المخاطبة. طيب إذن كما ترون هنا يا طلاب وتشاهدون
أن الأفعال الخمسة تأتي على خمس صور، صورتان لألف اثنين تشتغلان يشتغلان، وصورتان لواو الجماعة يشتغلون وتشتغلون، وصورة واحدة للمفردة المؤنثة المخاطبة تشتغلين. إذن أفعال خمسه أمثلة ذي ساس أيان سوق طبقنا. طيب نعيدها من جديد، قلنا أن طيب نتجاوز، بقيت نقطة أمامنا، أخذنا قسمنا الموضوع هنا يعني تحت هذا الموضوع، قلنا نتعلم من ثلاثة أمور، نتعلم ثلاثة أمور. الأمر الأول قلنا تعريف أفعال الخمسة، قلنا كل فعل مضارع اتصلت به، كل فعل مضارع لو عدنا إلى خلفي، طيب القاعدة هذه القاعدة، الأفعال الخمسة كل فعل مضارع اتصلت به ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء المخاطبة، هذه هي القاعدة. طيب هذه نقطة الأولى، نقطة الأولى أخذنا تعريف أفعال الخمسة، والنقطة الثانية قلنا أن أفعال الخمسة، طيب النقطة الثانية قلنا لماذا سميت الأفعال بالأفعال الخمسة؟ لأنها جاءت أو بإمكاننا أن نأتي كل فعل مضارع على خمس صور، إن فعل كسر كمذا فعشان إن نوقع نشان صورة ضاد، صورتان لألف اثنين وصورتان لواو الجماعة وصورة واحدة لياء المخاطبة. بقيت أمامنا نقطة واحدة وهي كيفية إعرابها، كيف يعرب الأفعال الخمسة؟ نعود من جديد إلى القاعدة، الأفعال الخمسة إعرابها كيف تعرب؟ الأفعال الخمسة إعرابها يكون في ثلاث حالات، إعرابها يكون في ثلاث الحالات. الحالة الأولى، طيب في ثلاث حالات، الحالة الأولى إذا كانت أفعال الخمسة مرفوعة فإننا نرفع أو ترفع بثبات النون، ترفع بثبات النون، هذه الحالة الأولى. والحالة الثانية نرفع ننصب بحذف النون ونجزم أيضا بحذف النون. إذن نوع إعرابها يكون تكون مرفوعة بثبات النون أو بثبوت النون، وتنصب وتجزم بحذف النون. لو طبقنا مثالين هنا، نعود إلى الأمثلة قليلا حتى نطبق القاعدة على الأمثلة. طيب بسم الله. طيب الآن ننظر الأمثلة الأولى، قسم الألف قيب تكوبادي أفعال الفعل المضارع هنا أو أفعال الخمسة كلها مرفوعة معربة مرفوعة، علامة رفعها هنا ثبوت النون بوجود النون في آخرها هي تكون علامة رفعها، لأن كل فعل مضارع له مرفوع، فعلامة رفعه هنا ثبوت النون بوجود النون، نون تتشوك تأيا وحلق رفعنا يا فعل كمضارع. نقول العاملان هنا المبتدأ والخبر، مبتدأ طيب يشتغلان فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون أي بوجود النون وألف بوجود النون. طيب وتشتغلان أيضا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، جميع هذه الأفعال قسم الأول قسم الألف فإن النون الموجودة في آخر كل فعل فإنها علامة رفع أفعال الخمسة. طيب وهنا نرى أن النون محذوفة في الأمثلة قسم الباء وأيضا أمثلة قسم الجيم، فإن النون وجدناها النون الموجودة في القسم الأول هنا غير موجودة يعني محذوفة، معنى ذلك أننا ننصب الأفعال الخمسة بحذف النون ونجزمها أيضا بحذف النون، إذا سبقها عامل ناصب فإننا ننصبها بحذف النون، وإن سبقها عامل جازم فإننا أيضا نحذفها بماذا؟ نعربها بحذف النون. هنا النون غير موجودة جميع الأمثلة، نرى هنا أن النون محذوفة في جميع الأمثلة. قسم الأول هنا أن حرف نصب يشتغل فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون، وعلامة نصبها حذف النون،
وهكذا باقي الأمثلة كلها. وهنا نرى أن العامل لم يعني حرف جزم، فإن الفعل المضارع يكون مجزوما بلم بعد إذا جاء بعد لم أو إذا سبقت بلم هي حرف جازمة. إذن نقول هنا لم حرف جزم يشتغل فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون. وبهذه الصورة قد ختمنا الأفعال الخمسة، وهي التي كانت كل فعل مضارع اتصلت به واو الجماعة ختمناها. طيب، وهنا العامل يعني حرف العامل إن أن 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 هي حروف العاملة، وهي الحروف النصب. وهنا لم حرف نصب حرف جزم ولم حرف جزم ولم حرف جزم اتصلت بالفعل المضارع أو سبقت بالفعل المضارع فإنها جزمت، وعلامة جزمها حذف النون. وبهذا والله أعلم وأحكم قد ختمنا ساس أيام كرميني الأفعال الخمسة، ثم بعد ذلك ننتقل إلى درس ثاني وهي من دروس اللغة العربية، وهي ما نسميه أو الموضوع الذي نسميه بالاستعارة. بالاستعارة في صفحة كم؟ 44. ها هي الدرس الثاني والذي نتناوله في هذا اليوم، درس يلا بعد أن قاضنا من دروس اللغة العربية، والتي تخرج يوميا على الشاشات التلفاز يعني ترو كيبل. طيب، الاستعارة، الاستعارة وأنواعها. هنا إذا قلنا الاستعارة وأنواعها فإننا نأخذ هذا الموضوع أو نقسم هذه الموضوع هذا الموضوع إلى ثلاث أقسام أو ثلاث عناوين. العنوان الأول ما هي الاستعارة، يعني تعريفها لغة واصطلاحا. العنوان الثانية ما هي أقسامها، أقسام الاستعارة، الاستعارة إلى كم قسم تنقسم. وفي الأخير نأخذ على كل قسم ومثاله، سنأخذ بإذن الله المولى. أولا الاستعارة، تعريف الاستعارة أمامكم موجودة، تعريف الاستعارة. الاستعارة هي، قال كتابكم، تشبيه حذف أحد طرفيه. لو عدنا إلى الفصول الأولى الثانوية العام الماضي، لو عدنا إلى فصول الأول الثانوي في العام الماضي، هذان يردبوا النقرنا وحصوق هذا السنة كي هو أولى ثانوية، وحل هذا التشبيه هو من علم البيان. فالتشبيه كان ينقسم إلى أربعة أقسام، أو كان له أربعة أركان. تشبيه أفر ركني بولها أفر تار ركني وحاكمتها أو أقسام التشبيه عفوا أقسام التشبيه وحاكمتها قسم ينوب بحني تشبيه البليغ. والتشبيه البليغ هو عبارة عن ماذا؟ التشبيه البليغ عبارة عن مشبه به ومشبه فقط. حذفنا أداة التشبيه ووجه الشبه. تشبيه البليغ، الاستعارة هي التشبيه البليغ إذا حذف أحد الركنين الأساسيين. لو حذفنا المشبه به أو حذفنا المشبه فإن الكلام يكون استعارة، مشبه فإن الكلام يكون استعارة، يكون استعارة. سنة كيهورة عام الماضي ما كان تشبيه بليغ غادنين وحين نري حديث تشبيه بليغ الله يقان واكه الله صار يبقى كليات المشبه به والمشبه حديث لحتف متكمدة وحن قنية في هذا العام وحي الله يقان الاستعارة. فلذلك قال في تعريف الاستعارة تشبيه حذف ولتري أحد طرفيه أي طرفي المشبه والمشبه به وهما الركنان الأساسيان في علمي في باب التشبيه مركز الله شغل الله ولا ركن مت كم إذا حديلا ترى هذا الكي مشبه أنتو كبح التشبيه عفوا أيو بحياة إلى استعارة بو بحياة. فهذا هو التعريف الأول. أو بإمكاننا تعريف ثاني نقول أن الاستعارة لفظ استعمل في غير معناه الأصلي. التعريف إلى هنا لفظ استعمل في غير معناه الأصلي وواد أما لفظ الله استعمالي وحن معنه سيأحين. هذه هي الاستعارة. فالاستعارة إذن لها تعريفان. التعريف الأول تشبيه حذف أحد طرفيه، والتعريف الثاني
لفظ استعمل في غير معناه الأصلي. لو أخذنا الأول، طيب نطبق الأمثلة هنا الموجودة هنا نطبقها لا بأس. طيب أولا ما هي؟ هنا يقول الاستعارة تنقسم الاستعارة إلى ثلاث أقسام، أقسام الاستعارة تنقسم الاستعارة إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول الاستعارة التصريحية، الاستعارة التصريحية، ها هي النوع الأول الاستعارة التصريحية. ما هي الاستعارة التصريحية؟ الاستعارة التعريف الاستعارة التصريحية. فالاستعارة التصريحية يقول ما هي ما صرح فيها بلفظ المشبه به وحذف المشبه، هذا تعريف الاستعارة التصريحية، ما صرح فيها بلفظ المشبه به وكل عدي مشبه به. قلنا يا طلاب لا تنسوا وحنري مركان جوغني باب التشبيه، تشبيه بليغها وحي نصه ري مشبه يا مشبه به لابدو ذا ميتكوذ حدان شرنو وحون نقضان نريد انتان كبحنا باب التشبيه ايانو بحنا باب الاستعارة. إذا كان المحذوف إذا صرح فيها بلفظ المشبه به لودي الركن هدو جوغ مشبه به فالاستعارة تكون استعارة تصريحية. مثال، طيب نكتفي بالمثال الموجود. طيب ممكن أكتب على السبورة قليلا. مثال، لو قلت في الفصل أو في المسجد، في المسجد أسد يخطب، في المسجد أسد يخطب. لو نظرنا إلى هذا المثال لنأتي إلى الأمثلة الموجودة في أسد الموجودة للكتاب، بعد ذلك نأتي إلى الأسئلة الموجودة. في المسجد أسد يخطب، هنا نفهم أن اللفظ الذي استخدم في غير معناه الأصلي أو اللفظ الذي فيه الاستعارة هنا، فإننا نفهم لفظ الأسد لفظ استعارة كتير تامل لا استعمال في غير معناه الأصلي وحان أهين ولفظ أسد وي، لأن ليست من عادات الأسود الجلوس في المساجد والخطب. أسدكم ما خطب ضي اللي باحوا هل كان وحان كفه من اللفظ إذن جوغاهانا أنو يهي لفظ المشبه، فإننا حذفنا المشبه وأثبتنا المشبه به لتكون الاستعارة هنا استعارة تصريحية. ما دام لفظ مشبه به جوغا فإن الاستعارة نسميها بالاستعارة التصريحية. حذفنا الإنسان هنا، فالأصل أصل الجملة ماذا كان؟ في المسجد رجل مثل الأسد يخطب، يعني في المسجد رجل يخطب شجاع كالأسد. ساسوها دابا تروح اسك حذفني خطيبك يا نينكي يا قفكي بلا اذن كان كل شبهين اللباحة. طبعا تروح انو رابني اللباحي وحنا نؤتير نقفكي انسان كها. اذا لفظ الاسد هنا استعارة تصريحية، استعارة تصريحية. فلو نظرنا الى الامثلة الموجودة في كتابكم ننظر ربما هي تكون الاستعارة التصريحية. أمثلتها قال الله تعالى جل وعلا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات، نرى أن الاستعارة في لفظ الظلمات وأيضا في لفظ النور استعارة واحد بجرتها لبضى اللفظ. فأصل الظلمات هنا لم تستخدم في معناها الأصلي والنور أيضا لم يستخدم في معناه الأصلي، لو ما استعمال لبدو ضمدنا معنه أصل كا لو تلقلي. ففي لفظ الظلمات أيضا ولفظ النور في كلاهما استخدم في غير معناه الأصل ولا استعمال معنى معنوه ذاهين. فالمراد بالظلمات هنا الكفر، وحذف الكفر غير موجود في الآية. والنور المراد بالنور هنا الإيمان أو الهداية أو الإسلام، فإننا قد حذفنا الإسلام والإيمان أيضا وأخذنا لفظا يدل على المعنى المحذوف ومعنى وحين تصنع أريق أن ترني معنيه سادرت
هنا الاستعارة موجودة وهنا الاستعارة الموجودة في كلاهما استعارة تصريحية. استعارة هل كجرتاي واستعارة التصريحية، ولفظ الظلمات استخدم في غير معناه الأصلي، ولفظ النور أيضا استخدم في غير معناه الأصلي. ولماذا استخدم لفظ الظلمات ولفظ النور في غير معناه الأصلي؟ لأن هنا نفهم أن المعنى الأصلي هناك علاقة موجودة أو قرينة بين لفظ الظلمات الذي هو الاستعارة الآن وبين لفظ المستعار له وهو الكفر. قال لماذا يا ظلمات وحكذا حيث علاقة، والعلاقة الموجودة بينهما هي الحيرة الموجودة في كل من الظلمات أيضا وفي كل الكفر. والعلاقة الموجودة بين الإيمان والنور هي علاقة الإرشاد والدلالة. يا كذا حيث الله بضب الطريق بين تصنيا سادرت أي لفظ الله استعمالي في غير معناه الأصلي. ننظر المثال الثاني. قال الشاعر وأمطرت لؤلؤا من نرجس وسقت وردت وعضت على العناب. هنا وردت وردت ماها وردت ماها، هنا لفظ ننبه يعني على الطلاب. وسقت وردا هنا أصلها، هذا اللفظ أصله عفواً أصله ورداً، واو راء دال ورداً، أصله ورداً وليس وردت. وسقت وردت وعضت على العناب بالبرد. لو نظرنا إلى هذا المثال فيه خمس كلمات استخدم في غير معناه الأصلي. شن كلمة ذود أيا كتر الله استعماله في غير معناه الأصلي. الكلمة الأولى هي كلمة لؤلؤ، هذه كلمة الأولى لؤلؤ، والكلمة الثانية النرجس، والكلمة الثالثة وردا وهي صحها هذا. طيب والكلمة الرابعة العناب، والكلمة الخامسة هي البرد. هذه الكلمات الخمسة فيها استعارة تصريحية، استعارة تصريحية يا قصقا وحال حتفي مشبهي وحانا تشوغا مشبه به. طيب فالمراد باللؤلؤ هنا يقول وأمطرت، كان يمدح أبو سفيان كان يمدح فتاة كانت تمكي، فهو يمدح ويصف دموعها باللؤلؤ وحو إنبو أمانيا تبتنو صفين يا إننتاس وحوكو صفين يا المذي إن أنت كدا أي سمركة وحقوس فيني باللؤلؤ لصفائها آدب يعني المذي هذا مركة نظيفة هابو ليها سادرت وصفها باللؤلؤ باللؤلؤ. واللفظ الثاني الذي فيه الاستعارة لفظ النرجس، وهذا استعارها للعيون عندها يوصو استعارة استي. والاستعارة والكلمة الثالثة التي فيها الاستعارة هي كلمة وردا، أيضا استعارة لخد الفتاة الجمال الجميل وحوصة استعارة دبانك أو المضو مركعي داء يسو وحي مرسا دبانك سادرت دبانك المضو أي مرسين وحي كسفين يهي أباح يا بير أباح. الكلمة الثانية عناب كواي، فالعناب الأنابل أو الأصابع المخضبة فريه مركز أو إن أنت أيوه وحي كسفين يا إنا يهين أباح أوك عليه marka la eego midabaynta oo gacanta ku dhacday dabatana hada lafdu istaaraha lil asabi faraha yusa istaaraysay wa lafdu al kalima al akhira allati istaaraha sha'iru hiya kalimatu al bard wa istaaraha li ma'na ghayra ma'naha al asli wa hiya al asnan il kaha yusa istaaraysay fa huna tajawazna qad akhadna al istaara al tasrihiyya wa amthilatiha nantaqilu ba'da dhalika ila li dhiq al waqt fa inna la nastati'u توضيح أكثر من ذلك. طيب الآن نأتي إلى الاستعارة الثانية، النوع الثاني من أنواع الاستعارة، النوع الثاني من أنواع. يقول الشرح والتوضيح، يقول نعلم. طيب أربعة أركان، هذا عام الماضي، أربعة أركان وهو المشبه والمشبه به ووجه الشبه وذات التشبيه. والمشبه والمشبه به طيب أربعة أركان، هذه الأركان التشبيه الأساسية. تشبيه أفرت ركن أولها، هذه هي أركان التشبيه.
يقول والمشبه المشبه والمشبه به هما الطرفان الأساسيان في المشبه أفرت الركنين لبا أي أساس كدقي الأول هو المشبه والثاني المشبه به يقول وفي الأمثلة السابقة التي قلناها سابقا يوجد فيها تشبيه ولكن بطرف واحد وحاج شوغا يولي أمثلة هذا أغنو وحولي أمثلة أنصاق هذا وحاج را وحاج شوغا تشبيه با كتيرة تشبيه هاسي طرف واحد با شوغا لأننا قلنا هناك طرفيان أساسيان الطرفيان الأساسيان للتشبيه هما المشبه والمشبه به طيب لبدي طرف مد كم ذا شوغا ما مشبه با شوغا ما مشبه به وهو المشبه به أيا شوغا هو الطرف الموجود في الأمثلة في المثالين السابقين والطرف الآخر وهو المشبه غير موجود طيب أمثلة هل كان الشرح والتوضيحا وحو كل شرح يا لبدي المثال أنا بشرحنا وحو نشجع يا صنّت كيه روح نساق هذا نوح لدى التشبيه تشبيه هذا أفر أركان لها أفر تا أركان لبا وفضل الفضل ووح نفسه ما لقى هم بدل نراضه وما بهن المركا أداة التشبيه هي وح ويا ماذا هي وجه الشبه لبدا الركنية الصاهرة الطرفان الأساسيان لبدا الركنية الصاهرة وهو المشبه والمشبه به لبدا الركنية الصاهرة أيام مركب متكود لجراء وحو نقنية طرف كي صاهرة كلمة استعارة كتر نقنية شرحين تاسو تلمامية وحونا ينشى يقون ظلمات كي إيا النور كي طيب ننتقل إلى النوع الثاني من أنواع الاستعارة وهي الاستعارة المكنية الاستعارة المكنية هنا نقول تعريف الاستعارة المكنية ما هي الاستعارة المكنية وهي النوع الثاني من أنواع الاستعارة يقول تعريف الاستعارة المكنية هي ما لم يصرح فيها هي ضد الأولى ما لم يصرح فيها بلفظ المشبه به وتعالى عدين المشبه به في المثال الأول في الاستعارة التصريحية قلنا أن الموجود في الجملة الطرف الموجود في الجملة كان المشبه به والآن الطرف الموجود في الجملة يكون المشبه وحذفنا المشبه به لأجل هذا قال ما لم يصرح أي ما لم يذكر في المثال أو في الجملة أو في الجملة بلفظ المشبه به أي حذف المشبه به فهنا بين لك أي ما حذف المشبه به ورمز إليه هذا شرط ورمز إليه بشيء من لوازمه يعني رمز إليه أسند إليه بشيء من لوازمه أي من صفاته المشبه به لأن مشبه به قال الله ما تشاري كارو كليا الله ما تشاري كارو هذه اللفظ يقول الله تشاري وحواجب أمرك باب الاستعارة لجوه مشبه به الصفات كي سينا الرابنا سادر تدوح نري ورمز أي أسند أو أشير لا تلمامي بشيء من لوازمه أي من صفاته المشبه به حد الله شرى لفظه لما شرى كره لكن صفات كيسي ننظر الأمثلة هنا لعلنا قد فهمنا اللهم صل على محمد طيب ننظر المثال على الاستعارة المكنية الاستعارة المكنية طيب المثال الأول يقول قال ربي هنا ربي إني هذا ليس قال الله تعالى لا هذا خطأ قال هنا المحذوف هنا قال لفظ قال هل كواحد قدرنا قال ربي إني وإني قد ما فيش هذه أيضا غير موجودة وخطأ يعني كتابك ومطبعي ودعين ويا واحدة ملهن طيب آيات أسل كذا محوها قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا فالاستعارة المكنية موجودة في هذا اللفظ اشتعل نرى أن الاستعارة موجودة في لفظ اشتعل لأننا هنا حذفنا المشبه به لكن أبقينا في المثال الله جل وعلا أبقاها في الآية شيء من لوازمه أي شيء من صفاته من صفات المحذوف وهو المشبه به وهو النار نار تبال لحتفي ما شوح على اسكو شبهه يا نبي الله زكريا عليه السلام اشتكى إلى ربه جل وعلا عندما بشره الله بالغلام
اشتكى إلى ربه من ضعفه من شدة ضعفه الذي أصابه ضعفه كل عي أي إلهي اشتكوين أو دعوني وحول يا إلهي وسذبا حالا أما أنا وجويا كتر المانو هلا يا وهن العظم هي ضعف العظام واشتعل الرأس شيبة مذحنا عرو إعداري يعني إعداري لما استعمالوا حلو عرو يقوللي فالاشتعال صفة للنار وليس صفة للشيب استعارضا اشتعل أوللك الضبك عليه عرضوا ملحن لكن ما أنت استعارة أهم بالله سوقاته لفظي وحلسيي عرضي أي اشتعال كلسيي لعلاقة الموجودة بين المعنى الأصلي لهذه الكلمة وبين المعنى المستعار له معنيه كلمة الله صو استعارة استي إياك الله معنيه حقيقي هي كلمة الله إياك الله صو استعارة علاقة كده حساب فالعلاقة الموجودة بين الشيب أيضا وبين ماذا وبين النار هي الإحاطة سرعة الإحاطة في كليهما عرضنا هري مضح أوفافتا ضبكنا هرو حابد أو ذكاره سادرت بيس شبهن هنا نقول الاستعارة الموجودة إذن في اشتعل هي استعارة مكنية وليس استعارة تصريحية والمحذوف في الآية هو المشبه به مشبه به جب أي نجمقا مشبه أي إنه شوجا سادرت مرح دي مشبه به الله شرا وصفات كيس الله الرباء اشتعال كيا استعارة ذي واحد نقونسا استعارة مكنية أي نقونسا طيب المثال الثاني قال الشاعر وهو المتنبي يقول وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع وإذا المنية أنشبت أظفارها جيرد أنشبت أي أخرجت هذي صوصات أظفارها عدي هذا ألفيت كل تميمة لا تنفع فاللفظ المستعار هنا الذي استخدم للاستعارة هو فعل طيب الكلمة الموجودة فيها الاستعارة في هذا المثال أنشبت أظفارها لفظ أنشبت أظفارها فالشاعر هنا شبه المنية وهي الموت شبهها بالحيوان المفترس وحذف الحيوان لكن أسند إليه أو أشار إليه بشيء من صفات الحيوان وحو اسكجر الشاعر هلكا جيريدي بصاق هذي وحو جيريد كم تليه إن أي حيوان مفترس أو أغارسنية سادر تدبوح لي وإذا المنية أنشبت أظفارها حدي جيرد صوصار تعديدي ونعلم أننا لا ندرك حقيقة الموت ووح معنوي أو نان قران كرينين إنه أو نان أركي كرينين حسنا نانو أركي كرينين إنان درينا ونمويانا وحويان دانا عوي هاي سادر تدبوح كش بهي جيرد حيوان مفترسة حيوان كنتو اسكتشري أيوه الرب استفادي حيوانك أيو جملة كرابة سادر تدبلي وإذا المنية أنشبت أظفارها هدي جيرد صاصر تعدية هذه جيردنا كما نعلم عدية الله أرك يا ملهن سادر تدوح اللفظ استعارة كجرتها وإذا المنية أنشبت أظفارها وهذه الاستعارة تسمى الاستعارة المكنية الاستعارة المكنية والفرق بين الاستعارة المكنية والاستعارة التصريحية أن الاستعارة المكنية المشبه به محذوف وحال لحتف مشبه به استعارة تصريح قانا وحال لحتف مشبه وحجب مشبه به وأيضا هناك فرق ثاني بين الاستعارة المكنية والاستعارة التصريحية فالاستعارة التصريحية تكون في لفظ استعارة تصريح يقول لفظ بيقشا وأما الاستعارة المكنية هي فتكون في الجملة كاملا جملة عيّة قلسة وهنا قد بينا ما تيسر لنا أن نبينه من الاستعارة المكنية أخيرا نأتي إلى الاستعارة التمثيلية الاستعارة التمثيلية طيب الاستعارة التمثيلية نأتي إلى النوع الثالث من أنواع الاستعارة نوع الصدحات بنمننا وأنا استعارة الله يقانا الاستعارة التمثيلية ما هي الاستعارة التمثيلية؟ تعريفها يقول الاستعارة التمثيلية هي
الاستعارة التمثيلية، الاستعارة التمثيلية. طيب تعريف الاستعارة التمثيلية، يقول تعريفها الاستعارة التمثيلية، تعريفها. طيب الاستعارة التمثيلية تركيب استعمل في غير معناه الأصلي. التعريف موجود إلى هنا. الاستعارة التصريحية، الاستعارة التمثيلية هي تركيب استعمل في غير معناه الأصلي. وتركيب يعني جملة بأسرها استعمل في غير معناه الأصلي وجملة دن أما تركيب دن أو وضع الصعدة أو لفظ كمتر تيضو أو لا استعمال في غير معناه الأصلي. لماذا؟ هنا يعني قاعدة بسيطة، قاعدة إملائية، هنا خطأ إملائي. إذا كان هنا في قاعدة الإملائية كان من المفروض هنا يضعها فاصلة بعدها فاصلة تحتها نقطة ليكون ما بعد الفاصلة سببا أو علة لما قبلها. وحيهد تركيب استعمل في غير معناه الأصلي لعلاقة المشابهة وحويان ولاغو استعمال تركيب كان معناه معني سيئين لعلاقة المشابهة علاقة بحيث بين ما استخدمت هذا التركيب معناها الله استعمال تركيب كان يمعنيه أولها علاقة بحيث أوجد مع وجود قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. طيب يدو يتشرتو واحد دي يمعني أصل كين لو تشيدو إذا وحالت لبربر دقي حالت كاله. مثال أنت تضرب في حديد بارد، أنت تضرب في حديد البارد، هذا مثل عربي. وهذا المثل يضرب لماذا؟ مثال وي مثال كني وح استعاره كترت كلمة دي سادن أنت تضرب في حديد بارد وكل كلها كلمات استخدم في غير معناها الأصلي. لكن تركيب كان دن لوما استعمال معني سياسل كا أو واسيده وحنو تشهدنا حدي حالات أدركتو حالات دانا أتربطة إن أتبربر دكتو حالات كاله وحد استعمال يسمي مثل كي عربي قاها وحد بربر دقة صح حالات دم أنت أتاق أنت هذا حدي أدركتو قف ناصحة أو وحجيدين إياه أو دعوتكو كعية أو دتك وناك فرية وناك دتك نوشيك إيانا أين قاضان إني وناكيسي حالات دا دتك وناكيسي وشيك إيان قاضان إنين iyey isagaan ayna waxba u harsanayn ee daalay ee rafaaday waxaanu barbar dhigayna xaaladda ninka tumaalkii haduu yiraa waxaan garaacaya bar bir aanan dibka aanan dabka gelin baan garaacaya haduu yiraa xaaladda sa barbar dhigayna oo tumaalku wuxuu garaaci karaa birta falamma wadaaha fi an-nar thumma dhahabat al-hadid marku hadidku uu noqdo wax weeyaan mid milmay ayuu tumi karaa قفكنا وعدي يوانا يا عشر وحا جيدين كرا مركا وحا ويان وحا ويان لدقيسنا وعدي قسل لقاضانيا. إذن الاستعارة التمثيلية ومثالك كوباد مثالك اللباد. قال الشاعر وحولا إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم. هذا أرقت اللباح صاري دولشي سواي مغضان ها أمانين الباح إنو كوقص ليه. هذا المثال كله استعارة أي كشرتة وحالتي قفك بلا أذنك بلا أذنك وحوالك النوت المامية إن قص الكستاونة إن تصين إن رالي أهاشو أما قفك قص الكستا إيا وحكستو كوموتيين إن نقون إن وح رالي أهاشو النوت المامية سادرت حالت دا وقفك سوا كو قص لي هادنا كدلا إيا وحلقو شبهي أما أين قص الكيس ضاع هذا هين وحلا جوش باي حال الدي اللباح الكيس أي موقدين أنا أذق أم لا ينكرن إنه اللباح وحوي أن كو قص ليه مركب جوايا أما بيتك في هذا البيت استعارة تمثيلية أيا كسوا والله أعلم وأحكم هل كاس أيام جوجنا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.